السلام عليكم جعفر، حلقة جديدة من سوالف سميث، وخلينا نسولف شوي عن الليكرز والكليبرز. بعد أسبوع من الانتظار وبعد ما أعلن أفضل لاعب في نهائي الموسم الماضي إنه رايح لفريق لوس أنجلوس الثاني، مو بس لحاله، كواي راح للكليبرز مع بول جورج، لاعبين اثنين ارتبطوا الموسم الماضي واللي قبله بشكل كبير جدا بالليكرز، لكن حاليا صاروا رسميا في الفريق الثاني لوس أنجلوس اللي هو لوس أنجلوس كليبرز. وطوال الأسبوع الماضي نقاشات كثيرة حول مين الفريق الأفضل في القسم الغربي أو مين أقوى المرشحين حتى لتحقيق اللقب. وكل هذه النقاشات قاعده تناقش الليكرز او الكليبرز، قوه الليكرز وقوه الكليبرز، نقاط ضعف الليكرز ونقاط ضعف الكليبرز، مين الافضل، مين بيوصل النهايه ومين ومين ومين. كلها كانت نقاشات طويله خلال الاسبوع الماضي. صحيح لسه عمليات الانتقالات ما خلصت، وصحيح ممكن خلال الموسم نشوف تغييرات في الفريقين، لكن شفنا العناصر الاساسيه وين راحت، ونقدر تقريبا نتكلم عن الفريقين وايش ممكن يسووا، او بعد مين الاقرب فيهم لتحقيق اللقب. معظم المقارنات تبدا ان الفريقين يملكون نجمين مميزين، الليكرز عنده برون جيمس مع أنثوني ديفيس، والكليبرز عندهم كواي لينارد مع بول جورج. إذا بنتكلم عن لاعب بين أربع لاعبين، فما في صوت أتوقع راح يعلو على صوت البرون جيمس. خليكم وياي شوي، إذا أنت تكره البرون جيمس أو تحس إني أستنقص من اللاعبين الثانيين، خليكم وياي شوي. إحنا لما نتكلم عن البرون نتكلم عن مسيرة تاريخية أسطورية، ممكن حتى تكون غير مسبوقة، وهذا واقع. لكن الواقع بعد يقول إن البرون عمره 34 وراح يدخل 35 أو يكون عمره 35 سنة في ديسمبر الجاي. الواقع يقول بعد إن البرون راح يلعب موسمه 17 في الدوري. الواقع يقول بعد ان ليبرون لاول مره جت اصابه قويه الموسم الماضي، وهذا دليل على تاثير العمر عليه. كلها وقائع وحقائق فعلا، لكن مرة ثانية بعد مع ليبرون نحط كل شيء تاريخي على جنب، يعني مسألة ان اللاعبين لما يوصلوا لهذا العمر يختفوا وممكن يوصل لهذا العمر ويصابوا، وكلها امور صحيح صارت تاريخيا، لكن لما نتكلم عن ليبرون نتكلم على شيء مختلف. انا ما اقول ان مستويات ليبرون حاليا هي مثل مستوياته مثلا في 2013، لا، لكن ما زلت اشوف ان ليبرون ما زال لاعب خارق وما زال يقدر يعطي. ولو تبغاني اختار من بين اللاعبين الافضل بين الاربع لاعبين اللي ذكرناهم بين ليبرون ديفيس كواي وجورج، اكيد راح اختار ليبرون. وعارف البعض بيقول لا كواي هو الأفضل، ما عندي مشكلة ومو وقت هذا النقاش أساسا، بس ما زلت أشوف أن ليبرون لاعب خارق وراح يستمر في مستوياته المميزة اللي تعودنا عليه برغم عمره الكبير. ومع ليبرون أنثوني ديفيس لأنه غاب الموسم الماضي لفترة طويلة، الكثير بدأ يتناسى مستوياته المميزة وأنه واحد من أفضل اللاعبين في مركز السنتر أو الباور فورورد. ديفيس لاعب مميز جدا، صحيح ما شفنا منه إبداعات كثيرة خصوصا في البلاي أوفس، أنا أركز على البلاي أوفس، ما عمل كثير مع البليكنز على مستوى الفريق، لكن ديفيس كلاعب وكأرقام فردية مميزة جدا جدا. كثرة الإصابات اللي تمر عليه هي أكبر عائق أمامه وأكبر خوف منه. صحيح الإصابات واردة في كل الرياضات وفي كل مباراة، لكن إصابات ديفيز الكثيرة تكون شوية مقلقة يعني على جمهور الفريق. بس كل كلامنا وتوقعاتنا تكون إنه لو استمر وضع اللاعب ووضع الفرق بدون إصابات. إذا انتقلت للكليبرز وأهم لاعبينه، وراح أبدأ بكواي لينارد اللي بعد كثير مشاكل مع السبيرز وطلب الانتقال للليكرز الموسم الماضي، وبعدها ودوا تورنتو ورجع بمستويات مميزة، ومو بس قدر يلعب كويس ويحقق انتصارات عادية لفريقه، لا، قدر قاد فريق ما عمره وصل الى النهائي الى تحقيق بطولة. بغض النظر عن احداث النهائي وإصابات اللي صارت في الواريرز، وهذا الرابترز حققوا اللقب مع كواي ومستوياته المميزة. كواي على المستويات اللي شفناها ذكرنا انه لاعب مميز جدا في الجهتين الدفاعية والهجومية، وانه يقدر يقود فريق لتحقيق شيء كبير حتى لو كان نجم الوحيد للفريق. واذا كنا نتكلم عن اصابات ديفيس، فممكن بعد نتكلم شوي نفس الشيء عن كواي، انه اصيب اكثر من مرة، ان الموسم الماضي اضطر يرتاح 22 مباراة خلال الموسم الاعتيادي، ومع ذلك شفنا كلام انه مرهق او انه مصاب خلال البلاي اوفس او النهائي، فمشاكل كواي الصحية ما زالت موجودة، لكن المستويات اللي قدمها تخليك تغض النظر عن كل هذه الإصابات. وزي ما قلنا احنا لما نتكلم عن المستويات والتوقعات دائما نحط بعين الاعتبار انه ما في إصابات. اللاعب الثاني بول جورج، واللي عاش واحدة من افضل مواسمه الموسم الماضي مع الثاندر، لكن فجأة قرر يبغى يروح لوس أنجلوس مع كواي. بول جورج الموسم الماضي في الريجولر سيزون قدم الكثير والكثير للثاندر، عشان كذا كان واحد من الثلاثة لاعبين المرشحين لجائزة الMVP او اكثر لاعب مؤثر في الدوري، وبعد كان واحد من الثلاثة لاعبين المرشحين لجائزة افضل مدافع في الموسم. هذا يبين لك المستويات المميزة اللي قدمها جورج خلال الموسم الماضي، مرشح لجائزة MVP ومرشح لجائزة أفضل مدافع. لكن أكثر من مرة وتعاد هذه النقطة على بول جورج، إن مستوياته في البلاي أوفس في الموسم الماضي وحتى اللي قبله ما كانت بالتطلعات أو ما كانت مثل مستوياته في الريجولر سيزن، وهذه نقطة ضعف تحسب عليه. اللي أبغى أقوله من كل هذا الكلام كثير عن أربع لاعبين في الفريقين، إن الليكرز والكليبرز محظوظين جدا، محظوظين حاليا إنهم يملكوا أربع لاعبين على مستوى عالي جدا جدا. وإذا بس بقارن بين أربع لاعبين أو من الفريق
الفريق اللي يملك نجمين افضل من الاخر، يعني هل لبرون ديفيس افضل او هل كواي وجورج افضل؟ شخصيا راح اختار لبرون وديفيس، اشوفه منهم افضل شوي من جورج او كواي. هذا مو يعني ان بول جورج او كواي لينارد مهما قوية او ان ما او ان ثنائي الليكرز افضل بكثير، لا لا لا، لكن اذا محتاج اختار بين هذه الثنائيين راح اختار لبرون جيمس مع انتوني ديفيس. والسبب الاول او ممكن حتى يكون السبب الوحيد اللي خليني اختار هذه الثنائيه راح يكون لبرون جيمس. بما ان الثنائيه فيها لبرون جيمس راح اختار لبرون جيمس. ما راح اقول ان هذه الثنائيه ما هي ممتازه، لا، بس انا اتكلم ان السبب اللي راح يخليني اختار لبرون جيمس وانتوني ديفيس وجود لبرون جيمس. وترى ديفيس ما زال بعد لاعب ممتاز جدا يخليك تختار عشانه، بس لبرون جيمس راح يكون السبب الاول. النقطه الاهم اللي ابغى اوصل لها، صحيح الليكرز يملك الثنائي الافضل، لكن الكليبرز يملك الفريق الافضل، يملك الاداره الافضل، يملك المالك الافضل، يملك المدرب الافضل، كل شيء تقريبا في الكليبرز غير الثنائيه هذه هو افضل. قبل ما نتكلم حتى عن لاعبي الفريقين، الكليبرز يملك افضليه كبيره جدا من ناحيه الاستقرار والتجانس. الفريق اللي كان موجود الموسم الماضي عندهم صحيح تغير شوي واضافوا عليه قطعتين وهمتين وراح تغير كثير من التوقعات والتطلعات وحتى اسلوب اللعب، لكن الاستقرار اللي هم فيه راح يعطيهم ادفانتج كبير جدا على الليكرز. المدرب هو نفسه، ومو اي مدرب، دوك ريفرز مدرب مميز جدا بعكس الليكرز اللي جابوا مدرب جديد فرانك بوغل، ومو بس كذا جابوا مساعد غصب اللي هو جيسون كيد واللي كثير اتكلم منهم جابوا عشان بعد مده هو جيسون كيد اللي بيصير المدرب الاساسي، يعني بدايه ما تبشر بخير. هذا غير الاستقرار الاداري اللي في الكليبرز وكيف تعاملهم مع الصحافه والاخبار وكل شيء. اما من جهه اللاعبين ما زالوا يملكوا افضل لاعب سادس في الدوري لو ويليامز اللي ما ادري كيف يستلم بس 8 مليون في السنه، يعني ما عندي مشكله ان اختار يكون لاعب احتياط ويعمل كل هذه البلاوي من البيت، لكن كيف قدروا يحافظوا عليه بس ب 8 مليون دولار في السنه؟ اغبنكم اكثر ترى كان في الليكرز وتخلوا عنه. المهم ما زال عندهم بعد باتريك بيفرلي احد افضل المدافعين في خانه صناعه اللعب، ما زال عندهم مونتريالز هار اللي كان مرشح بعد لجائزه افضل لاعب بديل، لاعب مميز جدا تحت السله وفي الدفاع، ما زال عندهم زوباتش وما زال عندهم شامت وغيره، وكفريق شفنا كيف ادى الموسم الماضي كمستويات مميزه كجماعه كفريق وحتى كمستوياتهم مميزه كافراد. تضيف على كل شيء بعض اللاعبين، لاعبين جدد، استقرار اداري فني، والاضافه النجمين مميزين، يطلع لك فريق خطير جدا واحتمال كبير جدا يكون الأخطر في الدوري. يعني أنت متخيل كواي، جورج، بيفرلي وهارل في الدفاع مع بعض، قوة غير طبيعية راح تكون. طيب من جهة الليكرز، نعم الفريق تحسن بالعناصر عن الموسم الماضي، ما زال الفريق يملك كوزما في موسمه الثالث، يعني مفروض نشوف تحسن أفضل وأفضل ومستويات أفضل من كوزما، بس لازم بعد نشوف كيف بيكون إذا كوزما إذا صار هو الخيار الثالث أو ممكن الرابع في الهجوم، أو حتى لو تم الاختيار إنه يلعب من الاحتياط، كيف هو شخصيا راح يتعامل مع الموضوع. الليكرز بعد رجع جافيل روندو كونتيفيوس وبعد أليكس كروسو وبعد تعاقدات جديده معظمها مسددين مثل داني جرين، كوين كوك، وجيرارد ديدلي، واكيد ما تقدر تنسى انها متعاقده مع دي ماركوس كازن. على الورق الليكرز يملك فريق ممتاز جدا ويقدر ينافس ويعمل كثير، لكن ما تعرف كيف يكون مثلا دي ماركوس كازن داخل او خارج الملعب، ونفس الشيء اقدر اقوله عن روندو. بما ان معظم الفريق جديد ومع طاقم فني جديد مدرب جديد راح تحتاج وقت عشان موضوع التاقلم. طبعا ما اقول لك ان الفريق مو جيد، لا، الفريق جيد ومتفائل اكثر من الموسم الماضي، لكن الفريق يحتاج شغل، يحتاج شغل فني كبير، يحتاج كبيرة، وممكن بعد بعض التضحيات من بعض اللاعبين اللي عملها الليكرز في الصفقات بعد ما اعلن كواي قراره هي افضل صفقات كانت متاحة. ممكن دفعوا شوي اكثر في بعض اللاعبين، لكن كصفقات من لاعبين متاحين بعد الانتظار الطويل للكواي وان معظم اللاعبين وقعوا مع فرق ثانية تعتبر هي صفقات جيدة جدا. الليكرز مع لبرون وديفيس والبقية مرشح قوي وقوي جدا لتحقيق اللقب. الموضوع مو سهل لكن راح يكون ممكن، والمنافسة مع الكليبرز مع فريق معاك في نفس المدينة ويشارك معاك نفس الملعب بعد راح تكون منافسة كبيرة جدا. خذوها مني، اتوقع بعد ان ممكن اخلوا اول مباراه بينهم تكون لكريسماس. بالنسبه لي شخصيا صعبه اختار مين الفريق اللي راح يتفوق على الثاني، ولو مضطر اختار اكيد راح اختار فريقي وراح اراهن على فريقي ولبرون، لكن ما زال اشوف ان الوقت مبكر جدا. خلينا نشوف كيف راح يبدا الموسم، كيف تكون تشكيله المدرب فرانك بوغل، مين يبدا اساسي، ونفس الشيء كيف يلعب الكليبرز، وكيف راح يكون تاقلم كواي وجورج مع المجموعه اللي كانت موجوده. عموما اتوقع طولتها بما فيه الكفايه في هذا الفيديو. انتوا ايش رايكم بالفريقين؟ مين الفريق الافضل بين الليكرز والكليبرز؟ ومين يملك النجمين الافضل بين الفريقين؟ اعطونا رايكم تحت في التعليقات. عذرا على الاطاله، لكن اذا عجبك الموضوع لايك، ومن ما عجبك ديسلايك، واللي مو مشترك يتفضل يشترك، وتقدروا بعد تشوفوا بعض الفيديوهات السابقه من هنا وهنا. كالعاده يعطيكم الف عافيه، السلام.